عالم الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم عبد الله من قناة عالم الزراعة. إن شاء الله كلكم بخير. واليوم عندنا طريقة صنع السماد الـ NPK ومش هيكلفكم أبدا أي فلس ولا أي حاجة ولا يتعبكم. مش هتضطروا إنكم تروحوا أي مكان وتشتروا السماد وتتعبوا في التدوير عليه. المادة اللي إحنا هنصنع بيها الـ NPK دايما موجودة في البيت عندكم في المطبخ. وإن شاء الله قبل ما تحكموا على الطريقة إنها شغالة أو مش شغالة جربوها على نباتكم واكتبوا لي في الكومنت. ويلا تعالوا نشوف طريقة صنع السماد الـ NPK وكيف هنستخدمه. وهو يستخدم لجميع النباتات في جميع المراحل من الكبير للصغير من الصغير للكبير. وهو بيستعمل النباتات الخضار الزينة والفاكهة وكل أنواع النبات. ويحتوي على نيتروجين بوتاسيوم فوسفور. وفي نوعين منه، في نوع للرش وللسقي. انتظروا منه المزيد ولا تنسوا اللايك شير الكومنت الفيفر والسبسكرايب. وهنستنى تعليقاتكم أسفل الفيديو ونجاوب على كل سؤال تكتبوه لنا على جميع استفساراتكم واسئلتكم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم ان شاء الله. انتظروا منا من جديد في عالم انتظروا منا المزيد في عالم الزراعه وكل ما هو جديد في عالم الزراعه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ودلوقتي هنشوف كيف هنعمل السماد. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، زي ما تفضل عبد الله كلمنا في بداية الفيديو في المقدمة إن إحنا هنعمل اليوم سماد NPK من المطبخ بدون أي تكلفة بدون أي مصروف نهائيا. اليوم إن شاء الله بإذن الله هنجيب كوباية رز مقابل كوبايتين مي، ونبدأ نغسل بيهم بالمية الرز، نغسل الرز بالمية ونبدأ نستخدمه للنبات ري أو رش. إذا زادت المي كمية المي أصبحت كتيرة بزيادة عن اللازم مش هيكون لي نتيجة اللي احنا بننتظرها واللي احنا بندور عليها. وإذا قلت كمية المي وأصبح المحلول اللي احنا عملناه مركز بزيادة عن اللازم مش هيحرق النبات، لأنه هو طبيعي ما فيهوش كيماويات، ما فيهوش حاجة تأثر على النبات. لكن هي الفكرة كلها في إننا احنا نعمل محلول خفيف وملهوش نتيجة. فبالتالي احنا هنحط كوباية رز مقابل كوبايتين مي ونبدأ نسقي به النبات أو نستخدم رش على أوراق النبات. زي ما تفضل عبد الله جزاه الله كل خير وبارك الله فيه وبارك الله في أولادكم جميعا، وقال لنا إنه الرز فيه النيتروجين فيه البوتاسيوم فيه الفوسفور. لا يخفى على أي شخص فينا فوائد الرز واستخدامات الرز أو مية الرز بمعنى صح في مواد التجميل وفي الشعر في تبييض البشرة. ليه استخدامات كتيرة جدا جدا وفوائد كتيرة جدا جدا جدا. واليوم احنا بنستخدمه في الري او في التسميد بمعنى صح للنباتات والزراعة اللي عندنا في البيوت. دلوقتي السماد بقى جاهز قدامنا، هنبدأ نسقي بيه النبات. بسم الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.